وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من فعاليات ختام رالي السيارات الكهربائية بالعالمين الجديدة الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. محمود أهلا بك، يعني كنت معنا في التغطية الإخبارية السابقة ويعني قدمت لنا يعني تفاصيل هذا الرالي، والآن بعد أن شاهدنا افتتاح الرالي وختام السباق اليوم هذا الموسم الخامس لرالي السيارات الكهربائية للجامعات المصرية، ما يميز هذا الموسم الخامس عن المواسم السابقة وما شاهدته من تفاصيل المشهد وأنت حاضر في العالمين الجديدة؟ أرحب بكم مجددا من مدينة العالمين الجديدة. يعني ردا على سؤالك، ما يميز هذه النسخة هي تواجدها في مدينة العالمين الجديدة والاستعدادات القوية في هذا السباق وفي هذه النسخة. ربما نرى هذه الاستعدادات متمثلة في أشياء كثيرة. أولا في هذه المنطقة التي تم تخصيصها ل يعني إقامة رالي السيارات الكهربائية اليو أرينا، مساحة كبيرة يتم إقامة الحفلات عليها ومساحة أخرى يتم إقامة مثل هذه المسابقات عليها، فبالتالي اليو أرينا تستوعب أكبر عدد من الطلاب وأكبر عدد من الزائرين والجماهير، بالإضافة إلى الأعمال الخاصة بالإضاءة، الأعمال الخاصة بالمسرح، الأعمال وأيضا والتجهيزات الخاصة بالبنية التحتية أو الأرضية وهي التجهيزات الخاصة بسباق السيارات بشكل عام. فبالتالي هناك استعدادات على أعلى مستوى تتم في هذه النسخة، بالإضافة إلى المشاركة القوية، نتحدث عن 43 فريقا من 28 جامعة يتنافسون منافسة قوية. كل جامعة تقدم ما لديها من طلاب ومن أفكار ومن تصميم ومن تنفيذ لهذه السيارات التي تتنافس اليوم في هذه الجولات المهمة. وربما حالة التنافس والحالة التشجيعية والألعاب النارية وغيرها هي أيضا تميز النسخة الخامسة التي تتواجد على أرض مدينة العالمين الجديدة، ولعل هذه النسخة تشرفت بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء وقيادات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. ورسائل دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تؤكد على مدى اهتمام الدولة بأولا طلاب الجامعات والأنشطة التي تتم في الجامعات، ثانيا بأهمية توفير المناخ وتهيئة المناخ ليكون هناك توطين لصناعة السيارات الكهربائية في مصر، وهذا هو هدف هذه المسابقة والرسالة التي يتم توجيهها اليوم بالمشاريع المختلفة الموجودة لدى الطلاب. وعندما تابعنا هؤلاء الطلاب بدءا من الأمس أثناء الاستعدادات واليوم أثناء الدخول لهذه السباقات، رأينا حماس كبير لدى هؤلاء الشباب وأيضا أفكار كبيرة تدل على مدى اهتمامهم بتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، وتحدثوا عن دعم الدولة ودعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأكاديمية البحث العلمي، خاصة أن نحن نتحدث عن جوائز مالية قدرها مليون جنيه سيتم توزيعها على الفائزين. ودعوني أنقل لكم بعض المفاجآت أو بعض الإعلان عن هذه الجوائز. منذ قليل تم الإعلان بالنسبة لمسابقة دراك ريس، تم إعلان جامعة القاهرة الجديدة للتكنولوجيا هي التي فازت في هذا السباق. يتم الاستعداد الآن لسباق 24 لفة، هذا نوع من أنواع السباقات الموجودة الآن في رالي السيارات، لكن حتى الآن تم الإعلان عن فوز هذه الجامعة وتم خوض يعني نتحدث عن مسافة 75 متر أثناء مشاركة 22 جامعة مصرية. فازت جامعة القاهرة الجديدة للتكنولوجيا في هذا السباق، بالإضافة إلى أنه الآن يتم الاستعداد لانطلاق السباق الآخر. منذ صباح هذا اليوم وهناك حماس وتنافس كبير بين الطلاب المشاركين، ولكن يعني هذا الحماس يمتزج بالأجواء الساحرة والجميلة لمهرجان العالمين الجديدة والفعاليات المختلفة الموجودة في مدينة العالمين الجديدة، بالإضافة إلى مشاركة كبيرة موجودة ضمن المشاركين والطلاب واهتمام المسؤولين بهذه المسابقة، هو تأكيد على مدى اهتمام الدولة بهذه الفعالية الكبيرة التي لازالت مستمرة حتى الآن. نتحدث أيضا عن أن منطقة اليو أرينا تستضيف غدا عدد كبير من الحفلات المختلفة، نتحدث عن مسار إجباري ونتحدث أيضا
عن حمزة نمرة وسعاد مسي، بالإضافة إلى استقبال مهرجان الطعام. فالحقيقة كمان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت عدد كبير جدا من التسهيلات لاستضافة هذا الحدث الكبير بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهذا ليس التعاون الأول ولكن منذ بداية مهرجان العلمين الجديدة، ونحن نرى ثمار هذا التعاون في وجود عدد كبير من الجامعات المصرية المشاركة في المنطقة الشاطئية وفي الفعاليات المختلفة، سواء في ملعب كرة القدم أو حتى في ملعب البادل أو في بعض الرسومات بالفنون التشكيلية المختلفة التي تجسد التطور العمراني والسياحي الموجود في مدينة العلمين الجديدة. فحضور أيضا قيادات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اليوم هو رسالة قوية على مدى دعم الشركة لكل المبادرات الوطنية المختلفة التي تسلط الضوء على سواء المدن السياحية أو حتى دعم المبادرات الحكومية المختلفة. نتحدث اليوم عن أن يعني هذا السباق رسالة قوية لمبادرة توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، وهذا أيضا يشير إلى مدى التفاؤل الكبير يعني الأفكار وب العقول الموجودة داخل الجامعات المصرية والتي تنفذ على أرض الواقع هذه السيارات التي رأيناها اليوم. نتحدث عن أكثر من 700 طالب يشاركون في هذه النسخة الخامسة. مسابقة رالي السيارات انطلقت للمرة الأولى أو كان الإعلان عنها في عام 2017 و2018 كانت الانطلاقة الأولى للنسخة الأولى لهذا السباق، وتوالت هذه النسخ طبعا، لكن نجاح النسخة الخامسة التي نحن بصددها الآن وتواجدها على أرض مدينة العلمين الجديدة هو رسالة قوية ودليل على إرادة سياسية قوية حولت هذه المدينة من مدينة ألغام إلى مدينة أحلام تستضيف عدد كبير من الفعاليات، محمود جميل. وربما هذه الفعالية خير دليل وأكبر دليل على هذه الإرادة. لديك كل الحق، هي رسالة بتحمل يعني كل معاني التفاؤل والطاقة الإيجابية للشباب في مختلف أنحاء الجمهورية. أشكرك جزيل الشكر الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري.